ما تخذوا للدين، لأنه كثير من العوام سمعناهم بآذاننا يقول لك نحن الجامع صح، بيجوا ناس يتكلموا كلام سمع أو كلام في التوحيد، وفي ناس بيمنعون ونحن والله بنسكت بس ما دارين فتنة، وبنسكت ما دارين مشاكل أهلنا. الدين يا جماعة لابد الزول يناصر أهله ويناصر هذا الدين، وخاصة التوحيد الذي صار الكثيرون يأبى الكلام فيه، دار مناصرة. ما تقول ده خالي وده عمي وده كذا، قل لي يا خال بالراحة الزول بيتكلم في الدين، ما تقف ضده، قال لك لا وكذا 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 وكذا، ناصر الدين، ناصره، ما تكون موقفك موقف سلبي، تسكت تشيلني على هذا تمره. وإلا الليلة الناس يتسلطوا على المساجد بسكوت الكثيرين، بل والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أرى أن من أسباب البلاء في هذه البلاد المعاصي والذنوب والشرك والصد عن دعوة الله تعالى. هسي يوم الجمعة مشينا سوق ليبيا، مشينا ليبيا هناك، جاء صلاة العصر، المسجد قدر ده يعني مسجد ولازه صغير قدر ده وزنكي، بعد ده دخلنا جوا لقينا يافطة زي دي ممنوع الحديث. أمس دخلت مسجد منعا باتا، ديلك كمان تموا معاه باتا برضه، في مسجد هناك في الفتحات معاه الاسطوب بتاع المربعات، ديلك قالوا أول شيء الكلام ما يزيد عن كذا 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 دقيقة، واثنين لابد الزول المتحدث يعرف نفسه وحالته الاجتماعية، يعرف نفسه تعريف كامل، يعني دار تتكلم أحمد البدوي مجاهد أحمد منصور، عندك كم مرة وكذا، عندك كم ولد كذا، أول شغل وين، معقولة يا أخي أنت دار تطلع لنا رقم وطني كل أول بلا يا أخي. في المساجد، في مسجد برضو لقيته ده في جهة الخرطوم، قالوا بعد الصبح لا يزيد الكلام على 3 دقائق، ده من الصباح صاحيين زهجانين، 3 دقائق قال ما يزيد الكلام. المساجد دي في البلد دي سلطوا على تسلط والله الذي لا إله غيره، الناس ما بيخجلوا ولا بخافوا الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنت لو في بيت رئيس ولا وزير بتعلق ورقة، هسي تخش بيت وزير، السلام عليكم سعادة الوزير كيف جيناك زيارة، امشي يسوي لك الغداء ولا يأمر خدمه ونازه، انت تدق لك ورقة تطلعها من جيبك، ممنوع الحديث والإزعاج في بيت الوزير، لو في إزعاج تقدر تعمل كلام تدقها في 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 وطل الخاصة بتاع الوزير، ما بتقدر، بتخاف منه، لكن الله ما بتخاف منه، الله في بيته تدق ورقة، ممنوع الكلام عن الله سبحانه وتعالى، توحيد ما داير كلام فيه في بيت الله. شوفوا يا جماعة الزول الصادق والمؤمن في الكرب يتذكر الله سبحانه وتعالى، أما الزول المخرف والزول عقيدته منحرفة لما تجي الكرب بينادي شيوخه، يا مكاشفي يا كباشي يا صايم، دي مكاشفي مات، الناس ديل والله غريبين مرة واحدة، وزول مات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، زول مات إذا بتنادي كيف هو الحي، إن ناديته في كربة إلا يكون عنده خبرة بها ذاته، والله زي لو في عمارة ميلت بتنادي لها زول بتاع خدار ولا مهندس يعني شقت، يجيب لك لا حاجة عاملة كذي وحديد كيف وجازف لك شوية شوية طلع لك السيخ تستفيد منه، تجيب لك زول يجاوبك ساي، انت جات كربة تنادي زول ميت، يا فلان الحقنا ويا فلان افزع، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله الذي لا إله غيره والذي يدعو الله مشرك، مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، تعبان تلقاه عطشان في رمضان، تلقاه في الصلاة
قدام وكذا وقبل الصبح يجي بساعة وعقيدته في ميت تعبان زايد مش نوم يا زول تمتع بكفرك قليلا في ذلك أسلم لله سبحانه وتعالى. الكلام هذا نحن خايفين عليك أسلم لربك سبحانه وتعالى. دعاء عبادة صلاة انت عايز بتاخد شيخ تصلي له ولك لا لا دي عبادة يا أخي بالصوم له تقول صمت لشيخي فلان تقربا له ولك لا لا. طيب الدعاء ده ما عبادة واللي الدعاء تمركت من العبادة بشو؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي دي عبادة تديها للشيخ ليه؟ انت ما بتصلي للشيخ تدعو له اشيل خلاك ما تصلي له مفروض يخليك ما تدعو بالراحة كده زعلان مننا وهابية وكذا واقتل الوهابي قبل الدابي خلي الدابي وخلي الوهابي حل مشكلتك أول جيتك معقول يا أخي عشان كذا أنا والله القيامة دي نسأل الله بس يقومها والله يا ظلة بتقوم ناس يتنجم وتشوفهم بعدين أنا ما معروف غايته دريبنا بعدين نخد جنة ولا نار نسأل الله الرحمة لكن غايته ده أن نشوف اللي بيتنجموا ديل ناس بيصدوا عن الدعوة بيصدوا وناس أعداء لله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية. سؤال يا أخي مكسر أغلبيتهم كبار في السن معاش يعني ده ذات الدو المعاش ذاته ما في طريقة ما عنده صلاحية بعد ده يشتغل في البلد ولا كذا ولا كذا كبر ذاته جاء المسجد بدل يقعد مؤدب ويمسك له مصحف ويسبح ويتنفل ويستغفر ويناصر الدين تلقى في بيت الله ساوي زعج عمك كبير رطوبة يعني يدلم بالليل وبالنهار يألم فينا نحن في الجامع